أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بحصول فريق البحرين ماكلارين للدراجات الهوائية على المركز الثالث في الترتيب العام لمسابقة الفرق خلال طواف فرنسا الذي يعتبر أقوى السباقات على مستوى العالم، إضافة إلى حصول متسابق الفريق مايكل لاندا على المركز الرابع على مستوى الفردي. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فريق البحرين ماكلارين للدراجات الهوائية أثبتت جدارته والإمكانات العالية التي يمتلكها الفريق ومتسابق الفريق مايكل لاندا، والذي قدم مستويات مميزة طوال السباق. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن حصول الفريق على المركز الثالث في الترتيب العام والرابع على مستوى الفرق يؤكد المكانة المتميزة التي تمتلكها رياضة الدراجات في مملكة البحرين، وانعكست على المشاركات الخارجية، خصوصا أن طواف فرنسا يعتبر من أقوى السباقات على مستوى العالم. ومشيرا سموه إلى أن الفريق حقق العديد من الأهداف المرجوة في هذه المشاركة، وأن النتيجة ستكون دافعا كبيرا ومهما للفريق في المشاركات القادمة والتي سيسعى فيها الفريق دائما لمواصلة تحقيق الإنجازات. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فريق البحرين ماكلارين للدراجات الهوائية يواصل حصد الانتصارات والألقاب في ميادين الدراجات الهوائية، رافعا اسم وعلم مملكة البحرين في العديد من المحافل الدولية، ومضيفا سموه إلى أن الفريق تمكن بفضل الخطط الموضوعة له في الجانب الإداري والفني من تحقيق ألقاب عالمية بارزة في فترة قياسية. ويعتبر الحصول على المركز الثالث في الفرق والرابع في الفردي إنجازا كبيرا للفريق ودافعا للمزيد من الإنجازات وللحصول على المركز الأول في السباقات القادمة. تمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في المشاركات القادمة.